يكون هدفنا كيفية صياغة المشكلة. سبق أنه تحدثنا عن شروط ضرورية أن يتم وضعها في المشكلة، مشكلة البحث أو مشكلة الدراسة. طيب خلينا قبل كل شيء، شو هي الصفات التي يجب توفرها في عنوان الدراسة أو مشكلة البحث؟ تفضلي. يجب أن تكون متضمنة أهم عناصر البحث. طيب اللي هي شو؟ طيب تفضلي أختي. رائع. نعم. إذن في البداية يجب أن يبدأ بكلمة محورية أو مفتاحية في نفس الوقت. تفضلي. أن يعبر عن جميع متغيرات الدراسة. قد يكون هناك متغيرين أو أكثر من متغيرين. يكتب بعبارة مختصرة وبشكل سهل ومحددة تحديدا دقيقا. في حدا بده يضيف؟ تفضلي. طيب بخصوص موضوع الكلمات، أن لا يزيد عن 15 كلمة. هاي فيش هناك دراسة جامعة وقاطعة ومانعة بخصوص موضوع عدد الكلمات، ولكن بالضرورة أن يكون مختصرا ومتضمنا متغيرات الدراسة ومحددا وواضحا في نفس الوقت. أنتوا ذكرتوني اليوم في عنا مشكلات، بدنا نحاول بقدر الإمكان أن نعيد صياغتها بشكل مشكلة. طيب أول نقطة ذكرتوا لي إياها أن يكون محددا تحديدا دقيقا، لكن في البداية أول أن تبدأ المشكلة بكلمة مفتاحية. طيب نشوف العنوان الأول. كان هناك بعض المشرفين قال لك أنه أنا والله بدي أقوم بعملية تنمية لخصائص التفكير العلمي. بعض التربويين قالوا بدنا ننمي خصائص التفكير العلمي. بدأوا فكروا في الموضوع وقالوا لا، احنا لو استخدمنا اسلوب التعليم التعاوني ممتاز، ممكن ننميه ونشوف اثره على الطلاب. طيب اذا لما بدأ في كلمة مفتاحية من هذا العنوان نبدأ ناخذ واحدة واحدة. تفضلي. تعالي عندي هان، خذ المايك. أول كلمة. طيب أثر كلمة مفتاحية. كلمة مفتاحية. إذن أثر التعليم التعاوني على التفكير العلمي على طلبة كلية التربية. أثر التعاوني. التعليم التعاوني على تنمية خصائص التفكير العلمي لدى طلبة كلية التربية. شو رأيكم؟ تعالي لشان تعالي هنا واشتغل. يلا تعالي. اوكي اللي بدك اياه. طيب يلا اوكي. بس انه احنا نقول اثر التعليم التعاوني في تنمية خصائص التفكير العلمي لدى طلبة كلية التربية في جامعة الازهر في غزة. طيب شو رايكم؟ اذا خلينا نقول هي كانت بتقترح انه كلية التربية، انه انا عندي كلية التربية بجامعة الازهر، في عندي كلية التربية بالجامعة الاسلامية في جامعة الاقصى وهكذا دولية. تمام. في كليات تربية في مصر، في كليات تربية بأمريكا وهكذا دولة. كل أخت فضلت على أن تحدد
هذه المشكلة تحديداً دقيقة، أن هذه الكلية اللي بدي أشتغل عليها أنا أو الطلبة هم طلبة كلية التربية في جامعة الأزهر. طب أقول في جامعة الأزهر وتوقف؟ طب ما هو كمان في جامعة تانية اسمها جامعة الأزهر؟ آه في، وين؟ موجودة في مصر. إذن بنفس الوقت خلينا أقول هنا في جامعة الأزهر بغزة، وهيك أنا حددتها بشكل دقيق. واضح كيف؟ واضحة؟ طيب عايز برضو طالبة تانية تطلع برضو نفس الشيء، نحاول نسيخ هذا الموضوع بصورة مشكلة. مين ممكن؟ لزيادة الفاعلية اخترح بعض المشرفين، قالوا بدنا نزيد هالفاعلية. اجوا هالمشرفين ووضعوا مقترح، اقترحوا تمام تقديم برنامج تمام بعد الدمار اللي حدث في محافظات غزة نتيجة الحرب لتخفيف من حالة القلق. تعرف حرب 2014 الأخيرة؟ حرب 2014 في كانت هناك مشكلات لدى الطلبة، من ضمنها موضوع القلق. قالوا في هناك انعكاسات من الحرب هذه على الطلبة، في كان أثار للحرب هذه على الطلبة، ومن ضمنها انه قال لك والله في حالة قلق، في حالة قلق. طيب ايش الحل؟ قلق اجتماعي تمام. قال لك انه انا في عندي برنامج مقترح حتى اني اخفف اللي هو الاثار او حالة القلق الاجتماعي في نفسه، ومعرفة اثره على تقديم الذات لطلبة المرحلة الاساسية. بده يعرف اثره كمان بنفس الوقت. بدي كلمة مفتاحية، ابدأ في كلمة مفتاحية. أثر إيش؟ إيه؟ أثر إيش؟ مرة تانية؟ وضع استراتيجية. طيب أنا بدي أسأل، أنت هذا متغير اللي هو الاستراتيجية، في عندي استراتيجية بديش أجيب إشي من برا تمام؟ في عندي متغيرات هنا موجودة، في متغير مستقر راح يأثر أو لا يؤثر، مش هيك؟ ودائما في عندنا متغير تابع. خلينا نحط دائما يعني نتعود شوية نحط المتغير المستقل في المقدمة وبعدين نشوف إيش المتغير التابع. طيب إيش لحظة، إيش المتغير المستقل والمتغير التابع؟ نسمع. المستقل هو الحرب، لأنه يعني أثر الحرب على في القلق الاجتماعي أثر. أه؟ اللي إيه؟ عارفين أه؟ هناك إيش حكيتي يا أختي؟ عادي جاوب صحيح. إذن المتغير المستقل اللي هو إيش؟ اللي هو البرنامج. طيب المتغير التابع بدي أشوف أثره على إيش؟ على حالة اللي هو القلق. واضح؟ طيب إذن أنا بدي أحط إذن في البداية زي ما حكيت اللي هو إيش؟ قلت لي أثر، خلينا نشوف أثر إيش؟ طيب مين بده يطلع يسيخ؟ يلا حتى لو أخطأنا مش مشكلة يا بنات، خلينا نكسر حاجز الخوف. خلينا بدي طالبة تطلع. يلا يا بنات أختي، مين بده يطلع؟ ما يعني بعض بدنا نكسر حاجز الخوف. ليش؟ أنا بخطئ أنا بتعلم منكم، أنا بخطب بتعلم منكم وأنتم بتتعلموا مني وهكذا. دول ممكن أثر البرنامج الإرشادي في التخفيف من حالة القلق الاجتماعي لدى طلبة المرحلة الأساسية. أول إيش بدي أحط؟ أثر البرنامج الإرشادي. البرنامج الإرشادي زيادة فعالية البرنامج الإرشادي أو أثر البرنامج الإرشادي
الإرشادي في التخفيف من حالة القلق الاجتماعي لزيادة الفاعلية في التخفيف من حالة القلق الاجتماعي الناجم عن الحرب لدى أطفال أو طلبة المرحلة الأساسية العلمية. مش شرط محافظة. أثر البرنامج الإرشادي في التخفيف من القلق الاجتماعي الناجم عن الحرب لدى طلبة المرحلة الأساسية العلمية. ممكن نخصص المزم نقول في مدينة غزة أو في محافظات قطاع غزة. في محافظات غزة. غير؟ طيب مين كمان؟ تعال. شكراً. هي أثر البرنامج الإرشادي لزيادة الفاعلية والتخفيف من القلق الاجتماعي الناجم عن الحرب لدى طلبة المرحلة الأساسية لازم نخصصها الآيت في أي مدارس في أي محافظة، ممكن نقول لدى مدارس محافظة غزة على العموم. على تقديم الذات. أثر البرنامج الإرشادي في لزيادة الفاعلية والتخفيف. بدي أعرف أثره على تقديم الذات أو تقدير. تقدير الذات. تقدير. هي أثر البرنامج الإرشادي لزيادة الفاعلية وتخفيف من القلق الاجتماعي. بلشنا بدنا نفكر. بدنا نفكر مع بعضنا البعض. إيش الكيف؟ أثر البرنامج الإرشادي لزيادة الفاعلية والتخفيف من القلق الاجتماعي و أثره. بدي شكرنا مرة ثانية. ممكن نقول أثر البرنامج الإرشادي على تقدير الذات لطلب. هلا هذه كلمة مفتاحية أصلاً، مش بالضرورة كل شيء دائماً نقدر أصلاً. يعني أنا ممكن إن أحكي عنه برنامج مقترح. برنامج مقترح. وبعدين إن أحط له أشوف أثر. البرنامج المقترح كيف راح نستخدمه؟ هذا البرنامج المقترح يعني البرنامج الإرشادي المقترح. طيب انت البرنامج ماشي الحال، يعني خلينا نقول البرنامج الإرشادي المقترح لزيادة الفاعلية والتخفيف من القلق الاجتماعي. ليش بنقول برنامج مقترح لزيادة فاعلية زيادة فاعلية ايش؟ او برنامج إرشادي مقترح لزيادة الفاعلية والتخفيف من القلق الاجتماعي. التخفيف من حالة القلق الاجتماعي ومعرفة أثره على أثر ذاتي. ممكن؟ ممكن يا بنات؟ ممكن؟ مرة ثانية؟ مرة ثانية أجي لهم إياه؟ هلا بنحدد في النهاية، خلينا نحدد في النهاية في محافظات غزة. ماشي اتركوها على جنب. في النهاية بكتب آخر العنوان في محافظات غزة. أو لدى طلبة الجامعات في غزة أو لطلبة المرحلة الأساسية في غزة. هنا نحدد المرحلة. مرحلة الأساسية العليا. طلبة المرحلة. ماشي يعني بالنهاية طلبة المرحلة الأساسية العليا محددين بعدين نكتبها في محافظة غزة. بس بدي أنا شوي نعيد اللي هو اسمه. البرنامج الإرشادي المقترح. برنامج مباشر. برنامج إرشادي مقترح لزيادة الفاعلية. برنامج إرشادي مقترح لإيش؟ لزيادة الفاعلية. لزيادة الفاعلية
والتخفيف من حالة القلق الاجتماعي وأثره على تقديم الذات تقدير الذات لطلبة طلبة المرحلة الأساسية العليا في محافظة غزة. في محافظة غزة ممكن تقول في مدارس الحكومة مدارس الوكالة في محافظة غزة. برنامج إرشادي مقترح لزيادة الفاعلية أو لزيادة الفاعلية للتخفيف من حالة القلق الاجتماعي وأثره على تقدير الذات لدى طلبة المرحلة الأساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين بغزة، ممكن بمدارس الحكومة بغزة. واضح؟ واضح؟ مين بده يسأل أي سؤال؟ مين سألنا أي سؤال؟ عايز يسأل مرة تانية إيش؟ ممكن إنك تضيفي، لكن أنا بدي أقول لك إياه هو للتخفيف للتخفيف من القلق الاجتماعي الناتج عن الحرب في غزة، عن حرب 2014. نعم؟ مين بده يسأل؟ نعم؟ ممكن تسقيها مرة ثانية؟ لا، هو أنت بتنطلق البداية. لا، مرة ثانية بدك تكرر البرنامج؟ هو طيب بالنسبة لأي عنوان، إذا أنت بتكرري أختي، إذا أنت بتكرري نفس الكلمات بتضعف العنوان، بيصبح العنوان ركيك. رائعة، إنه كل المتغيرات موجودة، المتغيرات هي الموجودة، بس بدي أعيد أنا صيغتها مرة ثانية وهكذا دوري. طيب نأخذ لنا التمرين الثالث، نشوف التمرين الثالث على السريع. مين ممكن؟ نعم ماشي، هل تقرأ لكم إياه ثاني؟ اهتم بعض المشرفين التربويين عشان الكل يشوفك، تربوية دائما خلي الجميع يشوفك. اهتم بعض المشرفين التربويين لتطوير كفايات المعلمين، فعقدوا اجتماعا ثم اقترحوا برنامجا تدريبيا، ولكن قبل ان يقوموا بتعميمه ارادوا ان يعرفوا اثره. هنختار الكلمه المفتاحيه فاعليه ايش اللي هم بدهم يعملوه؟ فاعليه برنامج تدريبي لتطوير كفايات المعلمين في قطاع غزه في المدارس الحكوميه. طيب ماشي، طيب انت قلت لي فاعليه برنامج مقترح، بدها هي بدها تشوف هلأ. لما تقولي فاعليه ماشي الحال، بس انا ليش ما اقول انه برنامج مقترح للتدريب لتطوير كفايات المعلمين، لتطوير كفايات المعلمين ماشي. لكن طيب ممكن ماشي برنامج مقترح برنامج مقترح لتدريب او بلاشه خلاص برنامج مقترح ما هو التدريب والتطوير، برنامج مقترح لتطوير كفايات المعلمين واثر ليش ما أقول أنا أثر فاعلية وين؟ ما هو أنا على أساس فاعلية مش موجود. طيب أثر طيب لو قلنا برنامج تدريبي مقترح لتطوير كفايات المعلمين
أو برنامج تدريبي مقترح وأثره على تطوير كفايات المعلمين. نعم طيب لا 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 ما هو برنامج برضو مقترح برضو نفس الشيء. ممكن عادي يعني أنا حطيت البرنامج المقترح أول وبعدين بدي أشوف أثر اللي هو البرنامج المقترح. أثر برنامج مقترح على تطوير كفايات المعلمين التربوي، كفايات المعلمين على كفايات المعلمين. بدي أشوف أثر هذا البرنامج المقترح على تطوير كفايات المعلمين أيضا. واضح؟ طيب المرة الجاية برضو بكون لنا لقاء الثانية. أنا اللي بدي إياه منكم إنه في لقاءنا القادم إن شاء الله برضو نحدد مجموعة من العناوين عشان نختم هذا الموضوع. شكرا لكم.